بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم أجمل تحية من هذا الموقع، من ميدان سباق الهجن العربية الأصيلة، وعلى الهواء مباشرة وعبر قناة دبي ريسنج الناقل الحصري لمنافسات الأصايل هنا في إمارة دبي وفي تحفة ميادين السباق، حيث سننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة في صباح هذا اليوم الأحد 28 من شهر ربيع الآخر لعام 1437 هجرية، الموافق 7 من شهر فبراير لعام 2016، وآخر ظهور لسن الثنايا على أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين ما قبل سباق ومهرجان الختام. انطلق أول الأشواط. أيها الإخوة، حضورنا الكريم، مشاهدينا الكرام، أيها الأخوات، على الهواء مباشرة حاملا أعداد ونصابات متواضعة في هذا السباق، سباق التميز الأخير لسن الثنايا، وأول شوط خاص بالثنايا، أبكار محليات أصايل لأبناء القبائل، جوائز نقدية قيمة للمراكز العشرة الأولى إن وجدت في هذا الشوط كاملة. مقدمة شوط بعدما انقطعنا كيلومتر واحد من الانطلاقة، شواهين هي من تحتل المركز الأول وتنفرد بهذا المركز، السيد حمد بن سلطان بن سيف المنصوري اللي معلن حضورها القوي مبكرا من خلال انطلاقها واحتضان شاشة التلفزيون والكادر الفوقاني لها ولشعارها وانطلاقها. المركز الثاني نرى نوف للسيد سلطان بن حميد بن سلطان بالكديدة، وننتقل من المركز الثاني إلى ثالث المراكز لنرى العزرة لسالم بن حمد بن دري الفلاحي، مشاهدينا الكرام، بينما المركز الرابع تليها مباشرة من الجانب الآخر بشاير للسيد ناصر بن سيف بن محمد النيادي، المركز الخامس اللي هي مياسة للسيد خالد بن سالم بن سعيد بن حضيرم الاجتبي، واللي تليها في المركز السابع المركز السادس اللي هي شطوطية لنواب بن نوح بن أحمد البلوشي، وسابع المراكز يأتي دور جمرة تعود ملكيتها لزايد بن عبد الله بو حميد المزروعي، بينما المركز الثامن والأخير في هذا الشوط واللي هي الغزيل لحمد بن عمران بن راشد بن حمودي الاجتبي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام، وهذا نداءنا، وقطعنا 2 كيلومتر منذ لحظات الانطلاقة مع هذا العدد الجميل المتواضع لسن الثنايا في أول أشواطها وفي آخر انطلاقاتها على أرضية ميدان المرموم قبل المهرجان الختامي السنوي الكبير. إن شاء الله أن وإياكم من الأحياء والمتعافين، وبنحضر ذلك المهرجان بحول الله وقوته بخير. نتمنى التوفيق لنادي دبي في إدارة مثل هذه المناسبات الكبيرة، إن شاء الله نتمنى التوفيق للجان وبقيادة سعادة علي بن سرود الاجتبي مدير نادي دبي لسباقات الهجن، وتمنى أيضا لحضورنا المشاركين سواء كانوا أبناء الإمارات، أبناء هذا الوطن الغالي، أو ضيوفنا الكرام اللي جو أو سيأتون من دول مجلس الخليج ومجلس التعاون الشقيقة، التوفيق أيضا والنجاح في كل المهرجانات. عودة إلى مقدمة الشوط، ولا تزال الصدارة مشاهدين الكرام مع شواهين لحمد بن سلطان بن سيف المنصوري اللي من فرده، ويبدو أنها معلنة الانطلاق بشكل أسرع عما كانت عليه في ندائنا الأول واستهلال إذاعتنا واستفتاح التعليق. الله، شوفها مقفية
صاد عن ما تبانه سايرة هناك الله يحفظها ما شاء الله تبارك الله، وكأنها تبشر بناموس من الآن ما شاء الله ما شاء الله. اللهم لا حسد الآن، هي شواهين المسيطرة للسيد حمد بن سلطان بن سيف المنصوري في مقدمة شوط، بينما المركز الثاني يأتي شعار بن دري على ظهر العزرة لسالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي. مشاهدينا الكرام في ثاني المراكز مع من تنافسها وتنطلق في المركز الثالث بشاير بشرونا يا أبو سعيد، الله يوفق أبو سعيد اليوم يركض باسم خالد في بكرة مشاركة، نتمنى له التوفيق أستاذنا وزميلنا سالم سعيد بن حضير من الاجتبي، وباسم خالد الله يحفظه. بنشوف 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 بنشوف، يا سلام، هذه بشاير ناصر بن سيف محمد النيادي في ثالث المراكز، وننتقل إلى رابع المراكز حيث نرى نوف لسلطان بن حميد بن سلطان بن كديدة، والمركز الخامس اللي جاءت الآن تقود لها رباعي جميل اللي هي الغزي اللي حمد بن عمران بن راشد بن حمودي الاجتبي، والمركز السادس مياسه يا سلام لسالم خالد بن سالم بن سعيد بن حضيرم الاجتبي، وسابع المراكز تأتي الشطوطية لنواب بن نوح بن أحمد البلوشي، والمركز التاسع ولا الثامن ما شيء تاسع ما شيء عاشر، شوط على الكيف يعني الكل إن شاء الله متنومس، والكل بيفوز بجائزة نقدية قيمة من جوائز سباق التميز المعروفة. يا سلام المركز الثامن اللي هي نوف رام بن راشد بن حمودي الاجتبي، يا سلام يا سلام، هذه هي الانطلاقة، وهذا هو شوطنا، وأيضا جمرة لزايد بن عبد الله بن حميد المزروعي موجود في هذا الشوط بقوة، ولكن شواهين اللي باحثة عن أول ناموس وأول انطلاق وأول تحدي وسباق أنها خذت المركز الأول قبل أسبوع عندنا هنا في دبي في المرموم تحفة الميادين، ما يسبق فيه إلا السبوق اللي بقوة بعد ما شاء الله ما شاء الله. أشوفها تتلفت، يقول الشاعر بن فطيس الله يحفظه، تلفتت سلمت تسليمة مصلي وقامت، يا سلام ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، نتمنى التوفيق. شواهين المنفردة، ولكن بدأ بن دري بالملاحقة للسيد حمد بن سلطان بن سيف المنصوري من خلال وجود هذه البكرة الخطيرة المميزة العزرة باسمها الكبير، 3 كيلومترات اللي قطعناها 5، الله قادمة، شوفوا العزرة شوفوا 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 العزرة على شاشة التلفزيون، يا سلام بنشوفها. الثانية المركز الثاني اسم كبير دير بالك عليه يا بن دري، هذا الاسم التاريخي اللي ذكرنا بالعزرة ملك سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الله يخليه أبو راشد ويحفظه، يا سلام يا ما ويا ما ويا ما عدينا من الانجازات وصالت وجالت بتحت ظل ذلك الشعار العريق والشهير في عالم السباق، لكن شواهين روحت شواهين والعزرة من طلقات، الله الله الله، هجم بن دري خلاص هجوم، واصل انك بن دري سالم بن حمد بن محمد بن دري الفلاحي، واصل انك يا حمد يا بن سلطان بن سيف المنصوري، يا سلام شوفوا شوفوا الملاحقة، شواهين الصامدة على مستوى 6 كيلومترات تقريبا وهي مسيطرة على مقدمة شوط، تهاجم الآن، تهاجم من قبل العزرة، تهاجم تلاحق من قبل العزرة، لكن شواهين صامدة صمود الجبال السود، الله سابقة عندنا هني من أيام، شوفوا انطلقت ما شاء الله تبارك الله، والإعلان للتحدي مجددا مرة أخرى، شواهين للسيد حمد بن سلطان بن سيف المنصوري اللي منطلق، ومع الانطلاقة
وتحدي للمشاركين، وكأن يبى يسلم، وكأن يبى يهدي الأخوان في المرموم. من الله منطقتنا اللي فيها مضمار تحفة ميادين السباق، ميدان المرموم. يلا بالانتظار بالانتظار يا شواهين، ولكن العزرة هاجمة، العزرة رافعة راية التهديد ولوحة 1600 متر على خط النهاية. معركة مبكرة اللي دارت ما بين الثنتين لوحة الثنين كيلومتر، وهي المعركة اللي صارت وصالت وجالت على أمتار وأرضية ميدان. الله، العزرة هاجمة، شواهين صامدة، ثنتين يبن الناموس، محليات أصايل ثنايا أبكار في أول شوط، في أول انطلاق، في أول جولة في صباح هذا اليوم. يا سلام، يلا روح روح، صدقة صدقة، روح روح، يا سلام يا سلام يا سلام. شواهين 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 تهدي تهدي لمالكها الانطلاقة، تهدي الناموس لمالكها المنصور. يا الله، سلام يا المرموم، سلام. 1200 باجي، باجي 1200 على خط النهاية. شواهين حمد بن سلطان بن سيف المنصور. يالله، دوم عودنا هذا الشعار على ناموس، دوم يشارك المنصور، يمثل يمثل هل المرموم خير تمثيل. نشكر جزيل الشكر المنصوري، نشكرك يا حمد يا بن سلطان يا بن سيف يا المنصوري. ولكن دير بالك، بن دري ما له أمان، ما له أمان، العزرة بن دري ما له أمان. انتظروا المفاجآت مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء. الثنتين الكل مؤهل فيهن للناموس، كل واحدة فيهن مرشحة تأخذ الفوز، تأخذ المركز الأول. يلا بشوف العزرة للسيد سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي، واصلين ما باجي شيء. والله شوفوا 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 شوفوا، شواهين شواهين، سيطرة سيطرة شاهينية على مقدمة شوط وعلى أرضية ميدان المرموم. يا سلام، تهانينا، سلام يا المرموم، سلام سلام يا أخواننا وأخواتنا عشاق الأصايل في منطقة المرموم وفي مضمارنا هنا مضمار تحفة ميادين السباق، مع شواهين ومع المنصوري حمد بن سلطان بن سيف المنصوري اللي أعلن حضور هذا الشعار بقوة في الشوط الأول الرئيسي للثنايا الأصايل المحليات. وهذه من عادات شواهين الناموس، والفوز بالمراكز الأولى. يا سلام يا سلام شواهين، الله، يوم تبغى السبق متواصل، نوخ الشاهين وعياله. يا سلام يا سلام يا سلام، سلام يا المرموم، سلام سلام يا المرموم، سلام على ظهر شواهين، نزفه على الهواء مباشرة مع التهاني والتبريكات على فوزها للسيد حمد بن سلطان بن سيف المنصوري. يا سلام يا سلام، تصل شواهين خط النهاية معلنة هذا الفوز، مؤكدة إياه. تهانينا تهانينا والناموس، تهانينا لإخواننا جميعا في المرموم، عشاق وجماهير هذا الشعار. بينما وصلت الأزرة لسالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي بالمركز الثاني، المركز الثالث بشاير لناصر بن سيف بن محمد نيادي المركز الرابع. المركز الرابع اللي هي جمرة زايد بن عبد الله ابو حميد المزروعي، والمركز الخامس يا سلام الشطوطية. تهانينا لنواب بن نوح بن احمد البلوشي والناموس، تهانينا لكل الثمانية الفائزين مشاهدينا الكرام بالمراكز الاولى في شوط التميز الاول. وهذا التوقيت للثمانية كيلومترات 12 دقيقة 49 ثانية، أربع أجزاء من الثانية. سلام يا المرموم، سلام وتحية وتقدير واحترام لكل المشاهدين هنا وهناك وفي كل زمان وفي كل مكان على الهواء مباشرة. يا سلام يا سلام، تهانينا خاصة على فوز شواهين بالمركز الأول للسيد حمد بن سلطان بن سيف المنصوري، وتهانينا على فوز العزرة وتوقيتها 12 دقيقة 57 ثانية، أربع أجزاء من الثانية. فازت معانا بالمركز الثاني في الشوط الأول لسالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي، تهانينا والناموس. يا سلام، شوفوا